الفقرة اللي بتهم كثير من الصبايا. كثير بتهمك سالي وبتهم كثير من الصبايا اللي عم يتابعونا اليوم. موضوع البشرة واهتمام كثير من السيدات ببشرتهم يشغل بال الصبايا الكبار والصغار. بفصل الشتاء يمكن كثير من النساء بيتعرضوا لظروف مناخية قاسية بتأثر على بشرتهم. لنحكي أكثر عن مشاكل البشرة وكيفية العناية فيها، معنا اليوم الأخصائية البشرة منى إيبو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي. بدايه مثل ما حكينا انه البشره هي دائما هاجس كل الصبايا، يعني كلنا بنعاني من هيدي القصه، سواء اذا تعبت بشرتنا، سواء من عوامل الطقس او حتى من الدخان، من الارجيله، من عده امور بنحاول نحن نحسنها بطرق معينه، طرق امنه وسليمه. خلينا نحكي عنها، من يعني تشرحي لنا عنها. تفضلي. طبعا اكيد بشرتنا هي هويتنا وهي الاتصال مع الاخرين، لذلك كثير مهم انه نعتني فيها. طبعا هلا نحن بفصل الشتاء، فتنا بفصل الشتاء والبرد والجفاف، هذا كله بياثر على بشرتنا. اضافه انه من الداخل كثير بننسى نشرب مي، كثير بننسى ناكل الاكلات الصحيه مثل الخضار والفواكه اللي هي غنيه بالمي والفيتامينات. لذلك كثير مهم هدول نتبعهم، انه نشرب مي. ويقال حسب شرب المي حسب وزنك، يعني كل 10 كيلو وزن بتاخذي كاس واحد من الماء. وزنك 60 كيلو يعني 6 كاسات على مدى النهار كله. هذا اقل، هذا اقل شيء، يعني تقريبا ما يعادل لتر ونص يوميا. يعني هلا في لتر ونص او لترين، هذا مقوله غلط لانه الحقيقة. حتى لانه في دراسه بريطانيه بتقول لك يجب على المراه تشرب 3 لتر ونص لتحافظ، يعني كل يفضل انه نشرب على حسب احتياجنا كوزن، كحد اقصى كحد ادنى نحن عم نحكي بالزبط. بس خلينا نحكي بفصل الشتاء، مثل ما قلنا بالبدايه كثير من الظروف المناخيه القاسيه صحيح تتعرض لها البشره، ونحن كمان هون من خلال الميك اب لساعات طويله والاضاءه كمان ظروف قاسيه على البشره صحيح. والجو مع يعني منه جو معتدل، يا برد كثير، برد كثير ودفى كثير، يا دفى كثير، فهي ظروف مناخيه متقلبه، يعني حتى الجو مزاجه ما كثير رايق. خلينا نحكي هي الظروف قديش بتاثر على بشرتنا اليوم. طبعا اكيد بتاثر، بنكون بدفى بنطلع على برد، او العكس صحيح بنكون ببرد كثير بنفوت على دفى. إضافة أنه العناية، يا ترى كيف عم نعتني ببشرتنا؟ هلا دائما خلينا ناخذ العناية، لأنه الكل يطمح أنه يكون عنده بشرة مثل بيقول لك بشرة البيبي، يعني صحيح. أنا بدي بشرتي صحيح تكون بشرة بيبي. هو عطي بشرتك بتعطيكي بتعطيكي ردة فعل حلوة وبصير مثل البيبي. هلا بالشتاء بنصير نحن ناخذ الكريمات الغنية، يعني مو مثل الصيف. أوكي، ليش؟ لأنه احتياج البشرة بقيت محتاجة أكثر. بدها دعم بالترطيب بالمركبات. المركبات بنعتمد على انه يكون فيها الاوليفيرا، يكون فيها زيت اللوز، تكون بتعطي ترطيب اعلى من نص صيف. هذا هو الاحتياج تمام بالنسبه للشتاء. يعني دائما بيجيكي حالات شوي يعني مسببت لهم ازعاج للصبايا، حبوب، حفر، علام، كلف، يعني الى اخره مشاكل، ولكن في شغلات خلينا نقول هي من جوا يعني بتكون من معدتها، بتكون من هرموناتها. نحن قديش لازم نخلي الصبيه تعمل فحوصات بعدين نحن منعالج البرة؟ هلا لحتى نحن يزبط علاجنا وينجح بالنسبه لاي مشكله ذكرتيه، ان كانت تصبغات او اي نوع من انواع الحبوب، لازم يترافق معه علاج داخلي من قبل اطباء اختصاصيين تماما، اطباء نسائيه واطباء الداخليه داخليه. اوكي، لانه مثل ما قلتي في بعض الاحيان بيكون عندنا اضطرابات هرمونيه، كيسات على المبيض، خلل بالهرمون، او ممكن يكون في عندنا مشاكل بالمعده بالكولون، وهذا الحكي بيعمل لي بقى انعكاس، بيطلع لي حبوب على البشره، الاضطرابات الهرمونيه ممكن تعمل لي تصبغات كلفيه. اوكي، او الكلف اللي مصدره هرموني. لذلك دائما اذا بدنا ننجح علاجنا لازم نترافق مع بعض. طيب اذا قلنا ما في خلل هرموني او مشكله داخليه، بس مثل ما قلنا ظروف مناخيه قاسيه تتعرض لها السيده، خلينا نحكي عن مثل ما قلت يمكن من اهم العناء بالبشره هي الترطيب، يعني كريم ليلي وكريم صباحي. خلينا نحكي
كثير من السيدات يمكن بتحب الماسكات الطبيعيه وما عندها وقت يعني تواكب اخر صيحات الموضه واخر الكريمات. الماسكات الطبيعيه اللي ممكن انا اقدر اساعد فيها بشرتي من بالبيت. هلا كثير في ماسكات طبيعيه وكثير في مقشرات، هلا كثير مهم نقشر يعني نقيم ونرجع نرمي، خصوصا بفصل الشتاء يعني بيستغل الوقت. صحيح. يعني مو كل الماسكات اللي انا في شغله بنوع عليها، مو كل الماسكات اللي احنا بنشوفها بالنت هي صحيحه. لازم نروح لعند اختصاصي، نعرف شو نوع بشرتنا، شو احتياجها، وناخذ الماسكات المناسبه. خلينا نحكي عن كريم مثلا ماسك طبيعي ترطيبي بيناسب كل البشره. بيناسب لكل انواع البشره ماسك كثير، وهو طبعا يعني دراسات عالميه قامت عليه. هو عباره عن ملعقه تفاح مبروش مطحون زائد ملعقه عسل قد بقد، اوكي، وممكن نضيف له ملعقة حليب مجفف لحتى يتماسك شوي، لكون انه ممكن انه اذا خلطنا التفاح مع العسل انه يمصل شوي. هلا هذا الماسك كثير ظريف وكثير منيح، منه بيرتب البشره، اللي ملعقة تفاح، ملعقة عسل، ملعقة تفاح مبروشة مطحونة، ملعقة عسل، حليب، وحليب مجفف. كمان بدنا ننوه انه هدول الماسكات بتكلفة، ما في تكلفة لكل السيدات اللي بتحب تعتني ببشرتها وما بتقدر تشتري الكريمات باسعار غالية. قديش كمان بيساعدوا الماسكات الطبيعية؟ هون نحن لا بدنا نقول مساعدة، يعني بلا الكريمات ما بيصير، لازم الماسكات هن عنصر مساعدة. لذلك فينا انه نحن نستعين فيهم بالبيت بهالماسكات الطبيعية، ولكن بلا كريم النهاري بلا كريم الليلي لا ما بيصير، لأن البشرة بتحتاجه. بس كثير من الأخصائيين بيقولك أهم شيء ليليا، يعني ليلي ونهاري. الحقيقة الترطيب الليلي هي البشرة بتتجدد الخلايا، بالليل بصير عنا تغذية، وبنهار الكريم النهاري هو كريم اخترق لحتى يحمي لنا بشرتنا من الظروف المناخية، بحافظ على الرطوبة اللي أخذته بالليل. لذلك كثير مهم كريم النهاري انه بيناسب كل البشرات. لازم لازم اختصاصي، لازم نكشف نوع البشره، لازم نوصف من قبل اخصائي طبعا اكيد عنده خبره. طيب خلينا نحكي بما انه نحن بفصل الشتاء، كمان تقشير منزلي سليم ممكن المراه تعمله. طيب خلينا نرتب امورنا. نحن قلنا من شوي ماسك، بس قبل الماسك اذا تقشير أفضل. الصبية أو السيدة حبيت فيها تجيب ملعقة ترمس مطحون، معروف ترمس المطحون من أي عطار بتلاقيها، زائد نص ملعقة لبن، ويعني بضع نقاط عصير الليمون. هذا نحن عملنا بيلينج مقشر نخلطه مع بعضه كله. طبعا بتكون البشرة مرطبة شوي، بناخد هالبيلينج هاد ونبلش بفرك من الرقبة للوجه كله لمنطقة حول العين، لكون المواد طبيعية ما في شيء بخوف، وبنتركه شيء 7 دقائق وبتماسك مع سطح الخلايا. بنرجع بنفرك بشرتنا، بتنزل الخلايا الميتة اللي هي بتسبب انعكاس ما نو حلو للنظر للآخرين، تنزل. وبعدها بنكون نحن محضرين ماسك العسل والتفاح بعده، وملعقة الحليب، الحليب المجفف، بنحط هذا الماسك لمدة تقريبا نص ساعة. اوكي، هون بعد نص ساعة بنفصل بشرتنا، وطبعا اكيد بنستعين بكريمنا حسب الوقت. ان كنا بنهار نهاري وان كنا بالليل ليلي. وبدي نوه لماسك العسل والتفاح، اذا السيدة عندها مشاكل فيها بشكل يومي لمدة شهر ونص بصير ماسك معالج. اما اذا ما كان فيها شيء فيها تستخدمه كل اسبوع، مره بالاسبوع، هو عنصر وقائي. تمام. هلا بيقولوا السكراب الطبيعي اللي هو سكر وليمون، ما بعرف اذا صح هذا الحديث نحن عم نحكيه، اللي بتتناقله وسائل التواصل الاجتماعي، يلي بيحطوا على جوجل بنكتب شو المسكرات سكر وليمون. اي جيد. تمام. جدا السكر السكراب بيكون هذا سكراب طبيعي، كمان كيف فينا نستخدمه بدل السكراب الصناعي؟ السكر طبعا معروف انه اكبر مصانع بالعالم لانتاج المنظفات بيستعينوا بالسكر، لانه هي ماده منظفه وبنفس الوقت ما بتخرش البشره، وبنفس الوقت بتعطي احتياجات البشره الترطيب، لانه احنا بدنا ننظف ونرطب. بناخذ ملعقه سكر، ممكن نعصر عليه عصير ليمون، ممكن انه كمان نضيف له الترمس. انا بحب الترمس. تمام. لكونه انه كمان شو اللي بيفيد الترمس؟ شو الفائده اللي بيعطيك؟ بيقيم الزيوان، بيقيم الانتاج الدهني زياده. اوكي، وهو خشن بيكون شوي،
بقى بيعطيني لمعه حلوه للبشره. مع بعضهم فينا انه هذا كمان مثل ما قلتي عملنا بيلينج او سكراب لبشرتنا، كمان يفضل دائما السكراب يستخدم مره بالاسبوع مو اكثر من هيك بالتقشير. طيب منى، خلينا نحكي مع حضرتك، يمكن نوهتي كمان لنقطه نبات الاوليفيرا قديش فعلا مفيد للبشره، وفيها كمان السيده من خلال النبته تحصل عليه، هلا ولا ما بتفضلي؟ لا، في مقولات او شائعات غلط. نبتة الأوليفيرا الحقيقة ما هي اللي نحن بنشوفها عنا ببلدنا، هي موطنة بأمريكا، إلى مواصفات، إلى 100,000 قصة. هذا نحن اللي بنشوفها هو نوع من الصبار، هذا اللي بيقولوا نحن. لا، في كثير سيدات بتقلك المادة الهلامية موجودة داخل. لا، هذا الشيء مواصفاته، التربة، مطرح منا يعني نابتة، واللي نحن عنا ببلدنا شيء آخر، يعني استحلابه وأتيانه هنيك غير اللي عنا بالمطلق طبعاً. وغير مواصفات، حتى احيانا في عالم بتتحسس بالضبط. لذلك لا، انا عم بحكي هون من منطلق دراسي، من منطلق عم بحكي يعني مو كل شيء نقال هو صح. طبعا اذا كانت اوليفيرا صحيحه واصليه مثل ما قلنا من موطنها من امريكا اصلي وهي اوليفيرا مضبوطه، هي ماده رائعه واكثر من رائعه لاحتوائها على الفيتامينات وعلى الحموض الامينيه، على مواد عالية الجودة لإعطاء البشرة الترطيب. نعم. وتحفيز الكولاجين و كل هدول القصص بالضبط. يعني الحديث معك يطول وبدنا كثير قعدات لسه، وبدنا عنا كثير اسئله نحن لنتوصل لها. تشغل كثير من الصبايا اليوم اكيد. اكيد نور، مثل ما ذكرتي يعني الصبايا لسه بتسال وبتسال وبتسال، بدها تعرف شو اهم الشغلات اللي بتناسب بشرتها. كل الشكر لك مدام منى، ان شاء الله نشوفك بحلقات ثانيه ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك منى ايبو، اخصائيه بشره، على وجودك معنا.